اتحاد الكره اختارت الاهلي والانتاج الحربي ان هم هيخضعوا لمسحه جديده طبعا بكره للكشف عن فيروس كورونا بين اللاعبين، ده قبل مباراه يوم الجمعه طبعا في الدوري. اتحاد الكره حضراتكم عارفين انه كان قرر تاجيل مباراه الانتاج الحربي مع فريق مصر بسبب الاصابات الكبيره بين لاعبي الانتاج بفيروس كورونا قبل تماسل الفريق للشفاء. ان شاء الله دي هتبقى اول مباراه للاهلي على ملعبه الجديد بعد انتهاء مرحله التطوير الاولى، واللي شهدت تطوير غرف الملابس، الاسوار، وجهه الاستاد. حقيقه باذن الله حضراتكم هتشوفوا حاجه مبهره. الاهلي كمان حصل على استاد السلام كحق انتفاع، احنا عارفين ده لمده 25 سنه في الوقت اللي هيلعب منتخب مصر برضو وفريق الانتاج الحربي على الملعب ده بشكل طبيعي جدا وفقا للعقد اللي بينهم. من اخبارنا كمان الحقيقه اللي طمن الناس شويه